المنظومة المالية والمنظومة الطائفية صح بتشتغل، بس كمان في منظومة قضائية. رح خبرك حادثة أحلى للأسف لها. كمان أنا كنت بفيينا، نزلت بأوتيل، مديره شاب لبناني خبرني، قال لي والله من يومين كان القاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان عنا هني ونسوانهم. طيب كانوا ماخدين سويتات، السويت ب 1800 يورو. ها كيف في يدفعوا دخلك؟ هلا حدا عم يحضرنا بيقولوا سالوك لسالم، رحنا قلنا مره يا عمي كيف قاضي اسكربنتا حقق 2500 دولار؟ اتصل فيه محامي صديقي قال لي القاضي الفلاني زعلان منك ولو. طلعنا قلنا مره كيف انا بوتا بقضاه بيبعتوا نسوان وتخلف بامريكا ليكون معهم الجرين كارد، اكبر قضاه بلبنان وثلاث ارباع الوزاره بلبنان، كيف انا بوثق بقاضي بضيف قهوه وشاي عند سياسي وبرقصته بالحفلات؟ كيف بدي اوثق بقاضي حق سيارته 100,000 دولار ومعاشه 5 مليون؟ كيف بدي اوثق بقاضي ما بيتشكل اذا ما راح عند مرجعيته الطائفيه والمذهبيه ليتشكل؟ مين فيك الخصام وانت الخصم والحكم؟ اول شيء بدك تفوتي قضاة على الحبس، وزراء على الحبس، ونواب على الحبس، ومدراء عامين على الحبس، وبعدين يحكونا مكافحة الفساد. مكافحة الفساد أيها الشعب اللبناني العظيم الترند، لأنه السادر طالب منا هيك، وبس ناخد الدينات عظم الله.